السلام عليكم، حياكم الله طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي مع كتاب ميجا جول 1.2. موعدنا الآن مع مراجعة الوحدة الأولى، حياكم الله. يونت 1، يونت 1 اللي هي بعنوان Did you hurt yourself؟ Did you hurt yourself؟ ده الوحدة الأولى في كتاب أولى ثانوي الترم الثاني. Number one يا شباب، he bought space a new tablet. طبعا يا جماعة لما يجي يقول لك he، هذا الضمير المنعكس للreflexive pronouns himself، he himself. الجملة الثانية I saw، I يجي منها myself، I myself. Number three, I went to the doctor. أنا ذهبت للطبيب. فراغ I was sick. طبعا هتقول السبب because. هذه شرحناها مع بعض because we solved في شرح القواعد. ارجع للجرامر. وطبعا طريقة الدخول على القناة، الأفضل تروح على قوائم التشغيل اللي في القناة. تبحث في قوائم التشغيل، هتحصل قائمة تشغيل لكتاب الطالب، قائمة تشغيل لكتاب النشاط، قائمة تشغيل للقواعد. والمراجعات بتكون مع داخل كتاب الطالب. المراجعات افضل شيء، لا تروح على الفيديوهات على طول. قوائم التشغيل اسهل شيء، لان كل كتاب مسوي له قائمه تشغيل باسمه وبعنوانه. نمبر 4، ات واز فيري هوت. ات واز فيري هوت، الجو كان حار. طيب ايش اللي حصل يا عم؟ اي اوبند ذا ويندو، فتحت الطاقه. اجل هيقول سو اي اوبند ذا ويندو، لذلك انا فتحت الطاقه. ما ينفع يقول بيكاز. نمبر 5، يو اوبي اند ريسبكت يور بيرنتس. طبعا طاعه الوالدين هذه واجبه. ريسبكت يحترم أو يطيع الوالدين، هذه طاعة واجبة. في الحالة دي هيقول you must. الإجابة you must. Number 6، use space drive without a license. تسوق بدون رخصة؟ لا، ما يصلح، mustn't، لأن إلزامية، هذا نهي. Smoking is bad habit. رقم 7، التدخين عادة سيئة، أنا أنصحك أنك تبطلها. أقول لك you must stop يمديني، وأقول لك you should stop. يعني ينفع must وينفع should على حسب معلمك أو معلمتك، ما هنختلف على جملة. شوف معلمك هيحلها وخليك ماشي على إجابته. يعني أنا مثلا لو أنا أقصد بها النصيحة هقول should، you should stop smoking، بنصحك. لو أقصد بها الإلزام يبقى must، فهي تمشي الاثنين على حسب المقصد من الجملة. Number 8، عبد الله doesn't drive. ما بيسوق، عايز اقول ما بيسوق بحرص، كيرفولي. طب كيرفولي هذه غلط، ايوه، لان اخرها ال واي، لا هي المفروض ال ال واي. اهي اجل الاجابه الصحيحه كيرفولي بدبل ال، دبل ال، هذه اللي صح. The bank is the hotel and. البنك ايش؟ عندك مكانين، الفندق والمطعم. اجل between، هذه تقول between، بين الفندق والمطعم. The cat is sleeping the sofa. البسه نايمه ايش؟ على الكنبه، على الكنبة ولا تحت الكنبة؟ ترى يبغى لها صورة الأفضل، فممكن نقول on the sofa، ممكن نقول next to the sofa، تنفع on وتنفع next to، بجانب، ممكن بجانب الصوفة الكنبة، وممكن near، عادي تمشي. فاحنا نخليها on the sofa، أشوف معلمك هيحلها كيف، عادي اللي يقتنع به معاك، لأنه هو اللي يحط لك اختبارك، ما هنختلف على جملة يعني. where is the pharmacy؟ أين الصيدلية؟ هيقول له straight، امشي سيدة، go straight. أجل الإجابة هتكون go straight، هنا go. طيب اللي بعدها، how can I get to the post office؟ بيسأل رقم 12، كيف أروح للمكتب البريد؟ بيقول والله left. جات لك left مو a left، يبقى turn left. لو جات لك a left يبقى take a left. آخر واحدة، لا رقم 13، I am happy، أنا سعيد. واحد يقول وأنا كمان، كيف يقول وأنا كمان؟ هيقول so، ما يقول neither، so وتعكس I am تبقى am I، so am I، هذه الإجابة الصحيحة، so am I. رقم 14، she prepared for the party. she prepared، لما هي يقول لك حط هنا reflexive pronoun، كلمة reflexive pronoun يعني ضمير منعكس، يبقى herself، she prepared her، معلش بكتب بصبعي الخط شوية، herself، تمام؟ صلح هير، هذه ار، هنا هير سيلف. طيب وي بينتد ذا هاوس ذيم سيلفز، طبعا هنا ذيم سيلفز لاحظوا انها غلط، هقول لك كوريكت صحح، يبقى وي بينتد ذا هاوس اور سيلفز.
يبقى اكتب هنا كده، لان we يجي منها our selves. our ايش؟ selves. واضح كده يا اخوان؟ اوكي. طيب يقول لك I felt cold I wear my coat. هتقول اما تيجي تحط هنا رابط so ولا because، يقول لك اربط بسو او بكوز. هتكتب الجملة زي ما هي I felt cold، وبعدين لازم تعمل كوما. كوما هذه لازم للفصلة. هتقول so لذلك so وتكمل I wear كذا. so I wore المفروض wore عشان هي ماضي، معلش. طيب Sarah was late she missed the bus. ممكن تحط so في النص وممكن تحط because في الأول. يعني ممكن تقول because Sarah was late، هتقول كده because وتكمل Sarah was late خلاص she وتكمل missed the bus. هذه إجابة. والإجابة الثانية إنك تحط so في النص Sarah was late وتخلي النقطة هذه كومة فصلة كده وتحط so بعدها so she missed the bus. تنفع الاثنين يا شباب. I can't buy a new mobile. I can't buy a new mobile. طب هقول ما أقدر أشتري جوال جديد، هتحط because ما عندي فلوس. Because I don't have money. Because مثلا I don't have أهو. Because I don't have enough money. ما عندي فلوس كفاية. هنا تحط because. طيب الجملة اللي بعد كده It was raining. So I took an umbrella. It was raining. comma يقول لك حط هنا باستخدام because تعكسها. هتقول I took an umbrella، تبدأ ببداية الجملة تقول I took، أنا أخذت المظلة معايا. I took an umbrella because، تقوم قايل because في النص كده because، وتبدأ بالجملة It was raining because it was وتكمل raining. You use your phone while driving. لما تيجي تسوق تستخدم جوالك؟ لا you mustn't. يبقى تحط له هنا mustn't. يقول لك حط obligation. obligation يعني او prohibition، النهي او الالزام. يبقى you mustn't تتنطق mustn't و mustn't الاثنين صح. You be playing now. you ايش؟ be studying. هتقول له مثلا you mustn't او you shouldn't، لا يجب انك تلعب الان. you shouldn't. طب واحد قال لي you mustn't، عادي تمشي على حسب المقصد. you هنا should على حسب الاستاذ او المعلمة ايش يقصد فيها المعلم او المعلمة. you should be studying او you must، تنفع كده او كده. طيب you must be late for class، غلط طبعا، ما ينفع اقول لك لازم تتأخر. لا you mustn't، تصلح must هنا وتخليها mustn't، تتنطق mustn't و mustn't الاثنين صح. don't use phone in the class. you ايش؟ you mustn't use phone. بدل don't use دي تخليها you mustn't use، لان mustn't بيجي بعد الفعل مصدر. you mustn't، معلش الخط خايس، mustn't use وتكمل الجملة عادي. I watched the movie last night. لما تيجي تعملها هنا تاك كويشن، يقول لك المطلوب هنا مثلا اكتب agreement response. يعني ايش agreement؟ يعني انت موافق على الكلام. فاكرين so ونيزر نفسها، تقول so، هتكتب هنا so، هنا الفعل ماضي ايدي، وبتقول so did I، وانا كذلك. معنى كلمة agreement response يعني انت موافق. so did I، so did I. هنا انا طلبت منك، هنا الورقة طالبة منك استخدم agreement response agreement. طب هنا يقول لك ايش؟ استخدم suitable agreement يعني رد. هنا لما تكون بدأت بالنفي هتقول ايش؟ انت ما انت موافق، وبتقول neither ولا حتى انا. neither do I، هي I don't، يبقى neither do I، تعكسها وتشيل النوت. neither do I. the essay is good written. is good written مكتوب كويس. the essay is good written. correct the error لو فيها خطأ. the essay is ممكن نعكسها نقول ايش؟ نحط الفراغ هنا ونقول هذا من رأيي، جملتها تقول is written well، اللي هو good يجي منها well، او well written. ممكن تحط written well او well written، يعني ممكن تحط في الفراغ ده well
اللي هي بطريقة جيدة، أو written well، تنفع الاثنين، written well يعني مكتوب بطريقة جيدة أو well written. خلاص خليها well written في الفراغ وخلاص، حط هنا well written. أوكي تمام، well written. طيب نكمل هنا، مثلا يقول لك سارة ايش herself while she peeling potatoes، بتقشر البطاطس، يبقى نقول الإجابة من هنا الفراغات نقول cut، يبقى هنا cut. cut. طب هنا يقول لك luckily، لحسن الحظ، he was wearing ايش when he had an accident، كان لابس ايش لما سوى حادث بالبايك، يبقى helmet الخوذة، a helmet. I ash my hand when I was walking fries. I burned. حركت وأنا بسوي الفرايز البطاطس المقلية. يبقى I burned. I burned. واضح كده شباب؟ طيب نيجي للكلمة ومعناها. Recover يعني يتعافى، يبقى get better. Get better. Challenge يتحدى، يتحدى. Fight يقاتل. Guess يعني يخمن، ما هو متأكد. Not totally sure. هذه حفظ، رحم الله والديكم احفظوها. كلمة ومعناها حفظ. stuck in يعني محبوس أو عالق في مكان، unable to move، ما يقدر يتحرك كده. تمام، نيجي مثلا هنا عايز العكس، الضد، opposite. unusual عكسها usual، معتاد غير معتاد. distracted يعني مشتت، عكسها conscious يعني في وعيه. unconscious، لا سوري، العكس هنا conscious unconscious. هذه ثلاثة، هذه ثلاثة. طيب distracted يعني focus، مركز، مركز، هذه عكس مشتت. مس جارج عكسها جارج، يسيء الحكم على شيء، هنا يحكم على الشيء بطريقة صحيحة. تمام كده شباب، وبكده احنا خلصنا مع بعض مراجعة الوحدة الأولى من كتاب أول ثانوي الترم الثاني اللي هو الميجا جول 1.2. موعدنا إن شاء الله مع مراجعة الوحدة الثانية، وبالتوفيق والله يكتب أجركم جميعا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.